لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل أباجورة بالخشب. معانا القطعة ديت زي ما انتم شايفين معمولة بالمنشار الأركات ومتقفلة. دي كانت نظام أباجورة قديمة، هبتدي أعدل عليها وأعملها أباجورة بس بطريقة تانية خالص. أول حاجة عندنا قطعة خشب كونتر، علمنا على نفس المقاس المربع بتاع الأباجورة القديمة. هنبتدي نعدل عليها ونعملها أباجورة بطريقة تانية بس أحسن. أول حاجة نبتدي نعلم عليها البطاش بتاعها ده، هنبتدي نعلمه عليها. زي ما انتم شايفين قطعنا اربع قطع على المربع بتاع المقاس اللي احنا عملناه، اربع قطع على المقاس الكونتر وقطعناهم على زاوية 45. هنبتدي نغربيهم ونلبسهم في مكانهم. دوت أرضي you
وبكده ثبتنا السلك بحيث انه يبقى مساوي ويمشي، يبقى القاعدة مستريحة في القاعدة بتاعتها. وركبنا الدواية، وهنبتدي دلوقتي طبعا نركب اللمضة. هنبتدي نثبت، نظبط الأول هنا عندنا هنا في زي كسر زي ما انتوا شايفين كده، ده انا سويته بحيث ان دي كانت مكسورة، فانا سويته المنظر الحقيقي زي كده، فانا سويته. فطبعا عشان اتاري حاجة زي كده احط لها ايه، احط لها وردة من هنا. احط لها وردة من هنا كده تداريها كده تدي منظر وتداريها. هخرم مكان الوردة واجي اثبتها بكده. خرمت مكان الوردة زي ما انتم شايفين هنا، هنبتدي نثبتها، هنبتدي نظبط المنظر بتاعها عشان الوردة تبان. زي كده مثلا، وهنبتدي نثبت الوردة ونسدس الشمع، وهنقص الحتة الزيادة، هنقص الحتة الزيادة وهنسيبها تنشف. وبعد ما نشفت الوردة هتبقى بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وعندنا هنا لندا اللي انا كنت كسرها في اول الفيديو، شايل الرأس بتاعتها من تحت الألواز وخدتها على الجنب زي ما انتوا شايفين. هبتدي اثبتها هنا كده، الشمع برضه هنبتدي ناخد شمع من تحت كده داير ما يدور على قد وبعد كده هنبتدي نثبتها. وهنسيبها تنشف. وبعد ما نشفت عندنا وردة زي ديت، هنبتدي نضمها زي كده كده على قد ما نقدر، وهنبتدي نحاول ندخلها جوه اللمضة من جوه. وهناخد لها واحدة كمان عشان تبقى باينة من اللمبة من فوق. زي ما انتوا شايفين كده ادت منظر لللمبة. هوريكم شكلها مبدئيا كده
أوريكوا شكلها مبدئيا كده، وبعد ما تدهن خالص أوريكوا شكلها. طبعا هنفك اللمضة اللي احنا جايبينها، احنا جايبين ألوان أزرق وأحمر، بس احنا هنركب ايه؟ هنركب الأحمر. وأدي طبعا شكلها، نطفي الأنوار. وأدي شكلها الجميل بعد ما خلصت. طبعا بعد ما تدهن هيبقى فيه شكل تاني، ندهنها ونرجع له. ودي الأباجورة يا جماعة بعد ما خلصت، زي ما انتوا شايفين الحلاوة بتاعتها. هنبتدي نقلها، نطفي النور ونشوف. زي ما انتوا شايفين، بصوا اللمضة قايلة الوردة شكلها عم حلو ازاي، الوردة اللي احنا حطيناها تحت. نطفي الأنوار، وادي جمال وروعة الأباجورة زي ما انتم شايفين. وبكده يا جماعة نكون احنا خلصنا الفيديو. وإذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل ما هو جديد. والتواصل واتس 03-188-9175-3 للمبيعات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.